بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، بعد الحديث الذي قدمناه في أفراح الصائم في دنياه وأخرى، هل ترون معي أن سلعة الصيام هينة حتى يستهان بها؟ أو ترون ثمنها بخسا حتى يقوم المفلس في سوقها فيستامها؟ إذا كنت ترى ذلك فقد خسرت. من كان يرى أن سلعة رمضان سلعة هينة فقد خسر. وإذا كنت قد ثمنتها بالثمن الذي ثمنها الله تعالى بها فاحرص على مرابحها ولا تكسب بضاعتها بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان. واعلم أنه لأجل الحفاظ على أفراح الصيام ومرابحه جاء البيان عن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم بأن الصوم حصن حصين يجب على الصائم حتى يفوز بمرابح الصيام ألا يخرق ذلك الحصن. وفي ذلك جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تمام الحديث الذي نشرحه: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وإحنا إن شاء الله في هذه الأمسية نبدأ ببيان معنى الجنة في قوله والصيام جنة، ثم نبين من أي شيء يقي الصيام صاحبه، وكيف يخرق الصائم هذا الحصن الحصين. Assalamu alaikum, brothers and sisters. After discussing and talking the last few nights about the happiness of the fasting person with all the rewards and the return in this life and hereafter, we conclude, and alhamdulillah, that fasting is a worship that you cannot undermine or not value enough, as it is very worthy and very profitable in doing business with Allah subhanahu wa ta'ala. And for that, we all need to do our best to do it well and perform it well, that we can have all the returns, and not to undermine it with any backbiting, any talk behind somebody's back, lying, or taking something that doesn't belong to you. And to know that how to conserve and how to protect all this reward from fasting, we follow what the Prophet Muhammad, peace be upon him, described fasting as a shield, as a protector. That protector will not, as long as it's not violated, you will harvest all the return, inshallah. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, said in a confirmed hadith, what can be translated, that fasting is a shield, fasting is a protection. And in the day of your fast, let you not be vulgar, let not you be aggressive. And if anybody fight you or curse you, then say, "I am fasting." Avoid any return, the vulgarity with vulgarity, if you will, or anger with anger. طيب، ما هي الجنة؟
الجنة هي الوقاية والستر، هي الأداة التي يستجن بها المرء، يقي بها نفسه، زي اللي بيمسكوها عساكر الشرطة اللي بنشوفها ديا علشان يحوش عن نفسه الحجارة والحاجات ديا في المظاهرات، دي اسمها جنة باللغة العربية، باللغة العسكرية أنا ما أعرفش اسمها الدرع. شيلد. طيب كويس الحمد لله. طيب أما من أي شيء يجن الصيام صاحبه وعن أي شيء يستره، ففي الجواب على هذا أقوال العلماء كلها طيبة ومفرحة للصائم. أول هذه الأجوبة أن الصيام ستر ووقاية من نار جهنم، وهذا قد بينته بعض الروايات الحديثية التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة في أثناء حديث له: والصوم جنة من النار. وهذا أيضا رواه الإمام النسائي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: الصوم جنة من النار. سيدنا النبي اعطانا الجواب في هذا. وأيضا في مسند أحمد عن أبي هريرة: جنة وحصن حصين من النار. مش جنة وبس، ده حصن، وحصن متين جدا يتحصن به المسلم بعيد عن نار جهنم. والإمام النسائي وابن ماجة روي من حديث سيدنا عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. اللي قلنا عليها زي ما تيجي تستجن بالدرع في القتال، أنت أيضا تستجن بالصيام من النار. الإمام ابن عربي في شرح سنن الترمذي بيقول كلام لطيف، بيقول: وإنما كان الصوم جنة من النار. ليه؟ قال: لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات ولا بالمكاره؟ النار محفوفة بإيه؟ النار محاطة بالشهوات. نعم، والنار محفوفة بالشهوات كما في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. سيدنا الإمام ابن عربي يقول الكلام دي عاوزون الأمرين متلازمين، إن الصائم إذا كف نفسه عن الشهوات والآثام في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. بل هو كف نفسه عن الشهوات في الدنيا، يبقى إن شاء الله يكف عن النار في الآخرة، ويكون الصيام له إيه؟ جنة وحصن حصين من النار. هذا هو القول الأول الذي ينبغي للصائم أن يعرف ما هو في صومه، كيف يقيه الصيام، ما هو الصيام. هذه أول وقايات الصيام العظيمة، أن يكون بينك وبين النار حفيرة كبيرة، بينك وبين النار حصن كبير، بينك وبين النار درع يقيك حر هذه النار ويقيك الوقوع في هذه النار. So we start kind of discussing the hadith of the Prophet as he said, start the hadith or start the saying by saying fasting is a shield, and the shield is what protects you, what kind of cover you, and that actually was discussed by the scholar, saying how fasting is a shield, how is it a protector, as the Prophet said. The scholar said that this protection and that shield is a protection from the hellfire. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, explained that in many occasions, narrated by the Tirmidhi on the Sahih of Abi Hurairah, that the Prophet said that fasting is a shield from the hellfire. So it is not just said fasting is a shield, he actually interpreted a shield of what? As the Prophet said, it is a shield from the hellfire. And another narration also by Hadith al-Nisa'i on the Sahih of Aisha, and also narrated by Ahmad and on the authority of Abi Hurairah, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that fasting is a shield and a fortified shield. It's not just a shield, a fortified shield of the hellfire. And then another hadith also, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that fasting is a shield from the hellfire.
as the shield that you take while you are in the battlefield. When you are in the battlefield, you're holding a sword in one arm and a shield in the other to protect yourself. Fasting is also that protection from the hellfire. And Imam Ibn al-Arabi was kind of commenting on what Imam al-Tirmidhi said, and he said that fasting is a shield from the hellfire because fasting is a way to hold yourself from sinful desire, and hellfire is surrounded by desires and sinful desires. As the Prophet Muhammad, peace be upon him, indicated in another hadith that can be translated, that heaven was surrounded with hardship, hard things to do, and the hellfire is surrounded by desires and easy things that can get you, entice you to do the wrong thing. So fasting in this area is a shield of all your sinful desire and all the wickedness that can be a misguidance on earth. And that is why in the hereafter, it will be that shield that will protect you from the hot fume of the hellfire. أما القول الثاني في معنى هذه الوقاية فيما يقصد منه الإمام ابن أثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث قال معنى كون الصيام جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، يعني أن الصيام الصحيح هو وقاية لصاحبه في الدنيا من الوقوع في الشهوات، من الوقوع في المحرمات. وهذا بيّنه حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه من استطاع منكم القدرة على الزواج، من كان قادرا على الزواج، قادرا على الباءة وقادرا على مؤونة الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء يعني برضه هو الوقاية، الوجاء الغمز، لما تغمز واحد يقول لك وجاءه في عنقه، يعني غمز غمزة شديدة دافعا له، أو وجاءه بالسيف يعني غمز بالسيف. وكذلك إذا وجأه في موضع الذكورة يرد الخصيتين فلا يصلح للتزويج، خلاص ما عادش يصلح ليتزوج. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الصوم هذا الوجاء، هذا الرد لما له من قوة تعبدية في دفع الشهوات عن نفس الصائم. صوم صحيح جعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء. ولذلك العلماء قالوا لما كان الصوم كعبادة ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي، لأن كلنا بنخاف على صيامنا، لما كان الصوم كعبادة ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي، وكان ما فيه من الجوع مانعا من إثارة الشهوة، جاء الإرشاد النبوي إليه لمن لم يقدر على التزويج لفقره وقلة ذات يده لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها وما فيه من فضل تلك العبادة وعظيم أجرها وما يجري على العبد من بركتها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والآداب. لأن الصيام فيه بركة، ولذلك كلمة إني صائم دي بركة عظيمة جدا، بركة من بركات الصيام إن الصائم مهذب، هذبه الصيام وأدبه، فحتى مش بيقع في الفواحش ولا في الشهوات، حتى ما بيقعش من اللسان، لأنه بيذكر صيامه فيمسك لسانه. الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول كلام طيب قوي، بيقول خلي بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه بالصوم، ما قالش فعليه بالجوع، ما هي نفس النتيجة، الصوم جوع ولا شبع؟ جوع، الجوع في الصيام، لكن سيدنا النبي ما قالش فعليه بالجوع.
إنما قال عليه بالصوم فعادل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة، كممكن ده بيقول ومن لم يستطع فعليه أن لا يأكل الأطعمة التي تثير الشهوة، ويقلل من لحوم الإبل ولحوم الغنم، ويقلل من شرب لبن الإبل، يعطي نصائح طبية في مثل هذا وهو بها حقيق صلوات الله وسلامه عليه وسيد الأطباء، لكنه انتقل بنا إلى عبادة راقية لم يقل فعليه بالجوع وإنما قال عليه بالصوم، ما قالش كل الكلام دي، قال عليه بالصوم ليه؟ لما فيه من تحصيل الوقاية، لأن الصوم يقيه، وما فيه من حلاوة التعبد ينقلك إلى حلاوة التعبد، حلاوة العبودية لله عز وجل، تبقى أنت بتتعبد المولى سبحانه وتعالى وبتمتنع عن الشهوات وبتمتنع عن المحرمات. ولذلك قالوا فهذا الكلام عليه إطلاق الوجاء على الصيام المجاز المشابهة، بما أن الوجاء بيمنع الإنسان من التزويج كذلك الصيام يمنع الإنسان من الوقوع في الشهوات إذا لم يكن قادرا على التزويج لفقره، وهذا إرشاد نبوي جميل من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وتلك فائدة من فوائد الصيام في الدنيا جليلة وعظيمة. The second area that the scholar discussed regarding the meaning of the shield, that the fasting is the shield, is actually that the correct fast, the accepted fast, actually will protect the one who perform it from sinful desires, from his natural instincts, if you will. As in a hadith narrated by Ibn Mas'ud, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, talking to the youth, he said, "O youth, whoever among you cannot or not able, whoever among you can and have the ability, let him get married, as being married will protect you, will actually make you not look for prohibited things, and will curb your any sinful desires. And whoever cannot and is not able to get married, then let him fast. As fasting is a shield, as fasting is a protection. And this protection, again, we already explained, is a protection compared to carrying a shield in a battlefield, will help, will protect you from any injury from another sword or another harm. And because of fasting being a worship, that will put you on the right path, away from disobedience, away from wrong path. The same actually is hunger. When you are hungry, actually, and not eating all the food that might be stimulating to your desire, we're talking about youth now. We're talking about youth. That the Prophet saying, if you can get married, and if you can't, then fast, because the state of hunger in itself will curb your sinful desires and being away from the food that it might entice this desire, like a lot of lamb and a lot of they cannot hear. Oh, the sisters, please, if you don't talk too much because of the brothers are complaining. Yes, I see that. From the etiquette of the circle of knowledge that you listen, inshallah, if you are not speaking Arabic, you wait for the English, and if you are not speaking English, you wait for the Arabic. So now we're talking about fasting as a way to protect you, and the state of hunger and being away from food that stimulate the desires, there is a comparison here, there is a parallel, and both will cause that curb of sinful desire and will keep you on the right path. And the words of "I am fasting" if somebody antagonize you or somebody attack you is a great
posture, if you will, that posture will always keep you on the right path. And Imam al-Hajar, reflecting on the hadith of the Prophet, said that the Prophet said, if you cannot get married, then resort to fasting. He did not say resort to hunger. Both really have the same, you know, have the same end result, not necessarily, but fasting will keep you on the right path and will curb your desire. But hunger in itself will curb also again your sinful desire as being away from food and water and all the elements that can stir your sinful desire, that would be curbed. And that's actually the comparison to fasting, which will be a protection. And in it also there is the goodness of worship and the goodness of being on the right path. وهنا قاعدة مهمة جدا لازم نتعلمها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا إلى حياة طيبة وبركة. يعني لو أنت مثلا صحتك مش جاية شوية على الأكل وعاوز تصوم، فتقول لا ما صومش علشان أنا حصوم وعلشان أصوم ولا عشان صحتي، ولا الكرش كبر شوية كده وعاوز تنزله، تقول عاوز أصوم عشان أنزل كرشي، وبعدين تقول ولا أصوم ولا أنزل كرشي، يبقى جوع وما أصومش. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات المباركة الطيبة لما قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اعطانا رخصة جميلة اتكلم عليها الإمام القرافي، قال في فايدة جميلة أول في كتاب الفروق، قال وهي أن من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصيام، ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، يعني يكون التداوي مقصود أصلي أو بعض المقصود، والصوم مقصود معه أيضا. يعني أنا دلوقتي أصوم عشان أصوم، ومن مرة أبقى إيه خدت الصحة اللي في الصيام أو نزلت كرشي أو عدلت الوجبات بتاعتي عشان الدكتور قايل لي ما تاكلش غير وجبتين في اليوم وأنا عمال آكل طول النهار، فيبقى علشان أضبط وجبتين أو إيه فطور وسحور يبقى أصوم. وهكذا الإمام قال لو أكلوا هذا حصل وكان ده مقصوده، والصوم في مقصوده أيضا مع ذلك، وأوقع الصوم مع هذه المقاصد. لا تقدح هذه المقاصد في صومه، لا تفسد صومه، ولو أجل العبادة إن شاء الله مقبولة عند الله. واستدل لذلك بأن قال بأن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه أمر بها في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له مجاهد، يعني قاطع للشهوة. قال فأمر بالصوم لهذا الغرض، فلو كان قادحا لم يأمر عليه الصلاة والسلام به في العبادة. ودي رخصة جميلة وحلوة وطيبة ومباركة، علشان في ناس ساعات تتفلسف وبعدين تقول والله أنا صايم لأنه يا أخي اليومين دول معدتي اتلبكت كده، ولا الله ما أنت المفروض تروح للدكتور، هو الصيام ماله ومال الحاجات دي؟ لا، تصوم وأنت قاصد ذلك، وقاصد الصيام التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الفسحة، لما ذقنا حلاوة التعبد وخدنا الصحة، ذقنا حلاوة التعبد وضيعنا الكرش، ذقنا حلاوة التعبد وسمعنا كلام الدكتور، يبقى أخذنا الاثنين مع بعض وارتفعنا بأنفسنا عبادة وصحة وعافية إن شاء الله ربنا صححنا وإياكم. وإن شاء الله في الغد نستكمل الحديث، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله خيرا. Another benefit Imam Al-Qarafi talked about, that whoever fasts with the intention, for example, to lose weight or to lose some of the fat around his stomach, and that actually his main goal when he intended to fast, and with that intent, you know, he's intended to fast for a health reason, but also wanted to fast for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And some would say if that will spoil the intention and the reward that it will come from fasting, and the Imam al-Qarafi said no. He said that intention, that it accompanied the worship of fasting, of losing the weight,
does not spoil the reward for the wasl, for the fast, and the return for the fast. And his evidence of that and the way he supported that, that when the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, talking to the youth, O youth, whoever among you can get married, let him get married, and whoever cannot, let him resort to fasting, as fasting is a shield, means that the Prophet Muhammad, peace be upon him, ordered the fast at this moment for the youth to curb sinful desire, to curb any mishaps falling into major sins. So the Prophet ordering the fast for this purpose make it rightful if you intend the fast for the sake of Allah as a worship, with also a side effect, or not a side effect, a side benefit of losing your weight and losing the extra fat that you have. And this is another benefit that will add to the beauty of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and the sweetness of obedience with health and being on the right path, taking care of your body. And inshallah, we'll continue tomorrow the third opinion of the scholar regarding that fasting is a shield. Assalamu alaikum.